رمضانيات، معلومات دينية. حكم الفدية لمن لا يستطيع الصوم. بالنسبة للعاجز الذي لا يمكنه أن يقضي، هناك من يكون له مرض مؤقت مرض ولكن يرجى برؤه، فإذا كان مريضا مؤقتا مثلا فيه حرارة وفيه سعال وفيه كذا وقيل له بأنك تفطر يفطر، إذا أمره الطبيب بذلك يجب أن يفطر، وإذا كان ساعات ينتظر أن يشفى فيعيد فيقضي هذا. لكن إذا كان المرض مزمنا أي لا يفك عنه ولا يزول بحيث دائما لا يستطيع أن يصوم، هذا سيدي فدية إذا استطاع، إذا كان له مال حوالي نقيسها دائما بالبسترة ديال ربع 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 الصاع، أي مد من الطعام نؤدي تقريبا في المغرب أنا أقل من 5 ديال الدرهم، لأنها ولا يجب لا ينبغي أن نبالغ فيها، لا الفقراء ما في هي غير مشاركة رمزية، فإذا كان الإنسان لا يجد مثلا ما له مالا واسعا كذا فيعفى عنه، مهم أنه له أبواب أخرى من العبادة من الصلاة ومن الصيام وما إلى ذلك من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. رمضانيات، معلومات دينية.